تعتبر البشرة بمثابة مرآة للجسم تعكس حالته ومدى تمتعه بالصحة، فالغذاء الصحي السليم يؤمن للبشرة حيويتها وصحتها، ولذلك فإن الحفاظ على التوازن الغذائي واكتساب العادات الصحية ضروري جدا. العديد من الدراسات والأبحاث أشارت إلى أنه وللحصول على بشرة صحية يجب تناول بعض أنواع الأطعمة وتجنب بعضها الآخر، فما هي تلك الأطعمة؟ هذا ما سنناقشه مع اختصاصية التغذية مارلين سويس. صباح الخير. صباح النور. أهلا. أهلا بك. أهلا. شو العلاقة بين التغذية والصحة على نضارة البشرة وحيويتها؟ أول إشي صباح الخير للجميع وصباح الخير للمشاهدين. طبعاً أكيد الأكل هو بيعكس مباشرة على صحتنا بشكل عام، وعلى أكيد على صحة البشرة والجلد. كيف هذا الحكي بيصير؟ لأنه نحن تنبع صحتنا من الداخل. يعني شو منتناول أكل بيصير في تفاعلات كيميائية داخل الجسم، وهذه التفاعلات إذا كانت جيدة بتعكس على صحة البشرة جيداً، إذا كانت طبعاً التفاعلات سيئة بتعكس سيئاً على البشرة. طيب الغذاء كيف بيأثر على البشرة؟ نعم، الغذاء طبعا أكيد نحن في عوامل كتير بتأثر على البشرة، بس أهمها الغذاء. طبعا نحن لما بنتناول أي وجبة غذائية حسب شو نوعها بتدخل على الجسم، بصير في عنا زي ما احنا بنعرف عمليات الأيض وعمليات الكيميائية. إذا كانت هاي الأغذية غير صحية، أو إذا بنسبب نحن بنحكي إنها هي بتؤدي لالتهابات معينة بالجسم، هاي الحكي بسوي إنه الجسم بيعمل رياكشن سلبي، بصير في عنا هرمونات بتنفرز، بتتخربط الهرمونات، ممكن تؤدي انه تفرز خلينا نحكي دهون او اي طفح جلدي او مشاكل في البشره. وبالعكس صحيح، لما ناكل اكل او غذاء صحي التفاعلات الكيميائيه بتكون صحيه. هذا الحكي برضه بيعكس ايجابيا على رطوبه البشره وعلى صحتها ونضارتها. طيب شو هي الاغذيه اللي بتمنح البشره حيوية ونظارة؟ نعم. خصوصاً أنه نحن في الصيف الآن. نعم أكيد بالصيف الواحد لازم ينتبه أكثر لبشرته، لأنه بتتعرض للجفاف ولأشعة الشمس الضارة. ومن هون رح نحكي عن أكيد في فيتامينات، بعض الفيتامينات هي دائبة بالدهون وبعض الفيتامينات دائبة في الماء. طبعاً الفيتامينات الدائبة بالدهون هي الA والD والE، ومصادرها طبعا اكيد مصادر اسماك، المصادر البيض، في بعض المنتجات النباتيه زي خلينا نحكي الجزر او البطاطا الحلوه. الفيتامينات الدائبه بالماء كنا بنعرفها البي فيتامينز والسي، والكل بيعرف مصادر فيتامين سي اللي هي طبعا اكيد الحمضيات، البندوره، الفليفله باشكالها، الخضروات الورقيه. طبعا هاي الفيتامينات هي اللي بنحكي نحن مسؤوله عن نضاره البشره، او لما بتناول الشخص اغذيه بتحتوي على هاي الفيتامينات هي طبعا بتعكس ايجابيا، لانه بكونها مضادات الاكسده. طبعا نحن لما نتناول اي اغذيه بصير في عنا شيء بنسميه تفاعلات داخل الجسم ممكن تؤدي لظهور جذور حره. هاي الفيتامينات خلينا نحكي ممكن تعمل بشكل عكسي، انه هي تعمل انتي اوكسيدنت او مضاد للاكسده، على اساس انها تمنع الضرر اللي بيحدث من هاي الجذور الحره. طبعا كمان شو يعني الجذور الحره مره ثانيه؟ الجذور الحره هي نتيجه تفاعلات سلبيه في الجسم بتطلع، وهي شيء كثير ضار. يعني بتطلع زي شحنات او خلينا نحكي اشياء بالجسم نتيجه التفاعلات الكيميائيه بنسميها الجذور الحره او الفري راديكلز. هاي اللي بتتعادل فقط بمضادات الاكسده اللي موجوده بالخضار والفواكه وبعض انواع خلينا نحكي الاسماك المفيده. طبعا لوجود الاوميجا 3 اللي هي الحمض الامين، الاحماض الامينيه. طبعا بدناش ننسى الاحماض الامينيه كمان اللي هي الاوميجا 3 الموجوده في الاسماك اجمالا، سمك السالمون، سمك التونه، وحتى كمان الاسماك السردين وما الى ذلك. وكمان الزنك والسيلينيوم، والزنك والسيلينيوم موجودين في المكسرات الصحيه وباقي العناصر المجففه والمكسرات بشكل عام. نعم، وموجوده كمان في اللحوم والبروتين خلينا نحكي. وبناش ننسى كمان البروتين، لانه اصلا البشره مكونه من بروتينات. تونه طيب؟ والتونه ممتازه. اسكى شيء التونه. ونحن بنعرف انه البشره مكونه من البروتينات، والبروتين كمان ضروري لصحه البشره ونضارتها. طيب شو هي الاطعمه اللي المفروض يتم تجنبها حتى لا تظهر الحبوب؟ نعم، على الرغم من انه الحبوب لها اسباب عديده جدا. نعم. ولكن يمكن من ابرز الاسباب هو الطعام. نعم.
نعم، إذا استثنينا الأسباب الوراثية وأسباب البيئة وأسباب التدخين وشرب الكحول والأشياء اللي بتأذي البشرة، أكيد التغذية لها علاقة مباشرة بظهور الحبوب. طبعا كانت في تفاوت في الدراسات اللي صارت على هذا الموضوع، وهي راحت أكثر لأنه ممكن أجسام بتتحسس من إشي أكثر من أجسام تانية. يعني ممكن أنا أتناول غذاء معين ما يسبب لي، جسمي ما يتفاعل بطريقة مع هاي الأغذية، ما يطلع عندي حبوب، ممكن حدا تاني يطلع عنده حبوب. ولكن بشكل عام كان الكلام كله على السكريات البسيطة والنشويات البسيطة، إنه هي استخدامها بكثرة ممكن تسبب يعني خلينا نحكي تلف للبشرة وظهور الحبوب. طبعا الشيء الثاني كمان كان بمنتجات الألبان والحليب، ولكن هاي برجع بحكي مش كل الأشخاص بتحسسوا منها. والشيء الثالث اللي هو طبعا الدهون المشبعة اللي من مصادر حيوانية والمقالي، خصوصا لما بتكون مقلية بزيت الذرة وزيت الصويا. هاي أي أكل بالمقالي بيعمل برضو خلينا نحكي التهاب، نوع من التهاب بالجسم بيعكس مباشرة على صحة البشرة. طيب مارلين، شو هي الأغذية اللي ممكن تحارب الشيخوخة والتقدم بالعمر بالبشرة؟ يعني إجمالاً نحن بنحكي هي منظومة من عدة خلينا نحكي جهات علشان أنا أقاوم الشيخوخة. ما بدي أنسى النوم، ساعات النوم الكافية، ما بدي أنسى شرب الماء، ما بدي أنسى ممارسة الرياضة، الابتعاد عن الكحول والتدخين، كلياتها هاي بتأثر على البشرة مش بس الأكل. يعني الأكل جزء كتير مهم، ولكن لازم تكون هي منظومة متكاملة. طبعا الأغذية عم نحكي نحن على الأشياء اللي زي ما ذكرت سابقا، هي اللي فيها مضادات الأكسدة واللي فيها الفيتامينات اللي ذكرناها، الخضروات والفواكه بشكل عام، الألياف، لأنه كتير مهم الألياف لصحة الجهاز الهضمي. زي ما بنعرف نحن إذا كان صحة الجهاز الهضمي وصحة الكبد اللي هو أصلاً كمان مسؤول عن التخلص من السموم والمواد اللي خلينا نحكي الضارة اللي بتدخل على الجسم، إذا كان في مشكلة في الكبد أو في الجهاز الهضمي مباشرة بتعكس على صحة الجلد والبشرة. فهون نحن بنحكي عن الألياف لأنها كتير مهمة، لأنه الألياف وجودها أولاً بمنع مشاكل الجهاز الهضمي إذا طبعاً ما كان في عندنا مشاكل أخرى. ولكن كمان في شغلة كتير مهمة، إنه الألياف هي الغذاء المفضل للبكتيريا النافعة الموجودة بالجهاز الهضمي، والبكتيريا النافعة الموجودة بالجهاز الهضمي ضروري وجودها يعني خلينا تكون هي مسيطرة علشان عدم نمو البكتيريا الضارة بجهة، والجهة الثانية كمان إنه بصير امتصاص أفضل للأغذية والفيتامينات والمعادن، وبنفس الوقت صحة الجهاز الهضمي ما عندي مشاكل إمساك، إسهال، أي شيء من هذا القبيل، فبيعكس مباشر على صحتي بشكل عام وعلى صحة البشرة. وطبعا أكيد زي ما حكيت أي غذاء أنا بتناوله ممكن يؤدي يكون فيه جزء من السمية. أنا بأثر على الكبد، وأي الضرر بالكبد مباشرة كمان بيظهر على البشرة. طيب شو هي الأغذية اللي بتوفر ترطيب عالي للبشرة؟ نعم. حكيتي عن إنه نحن في فصل الصيف وبنتعرض لجفاف وأشعة شمس يعني كميات كبيرة وساعات طويلة، فبالتالي شو الأغذية اللي بتوفر لنا الترطيب للبشرة؟ نعم، ذكرت الماء. الماء دائما بضل أحكي بالصيف وبالشتاء دائما ما ننسى شرب الماء بكميات كافية. طبعا هو بيجي بأول درجات الترطيب، بعدين بيجي الأغذية اللي هي تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللي ذكرتها. بحكي في كلام على البطاطا الحلوة، على أكيد الخضروات والفواكه بشكل عام لأنها كلياتها أنتي أوكسيدنس وكلياتها فيتامينات ومعادن، وبشكل خاص مرات ممكن يكون الأسماك لأنه بتحتوي على الأوميجا 3. برضو إحنا وجود دهنيات جيدة في غذائنا كمان بتعكس على نضارة وصحة البشرة وترطيبها، فيكون غذائنا متكامل متوازن فيه شرب الماء، وبنفس الوقت يكون غني بالخضروات والفواكه بشكل عام، البطاطا الحلوة، حتى كمان هلأ بموسم البطيخ، البطيخ كتير بيعمل ترطيب الأشياء، الفواكه الصيفية والفواكه الشتوية المليانة بفيتامين سي كمان كلها بتساعد على ترطيب البشرة. طيب في مجموعة من الناس بيعتمدوا على الفيتامينات الحبوب أو العلب، بيختصروا فكرة أني أشتري خضرة وأغلب حالي أنه أنا ما عندي هذا الوقت، فبيختصروا أنه كل يوم في 3-4 فيتامينات بناخدهم من بداية النهار. شو بنحكي لهدول الأشخاص؟ صراحة أنا شخصيا ضد أي سبليمنت بدون خلينا نحكي فحص بين هذا الفحص أنه عندي نقص بعنصر معين، وبناء على التوصيات من الطبيب اني اخذ هذا خلينا نحكي السبلمنت بشكل عام او المكملات الغذائيه. انا بحس انه لا، الافضل انه نلجا للاشياء الطبيعيه. نحن اذا بناكل اكل متوازن وبناكل وجبات كافيه يعني بالكالوريز وبالكل شيء، نحن مش بحاجه ناخذ سبلمنت. السبلمنت بتيجي زي ما حكيت اذا كان في نقص
ادى لمشكله معينه انا فحص بالمختبر او الطبيب شك باعراض معينه عملت هذا الفحص بين عندي النقص بلجا للسبلمنت. نعم. صباحك سعيد مرلان السويس اختصاصيه التغذيه، شكرا جزيلا لوجودك معنا. تسلم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. هلا.